les jours se ressemblent, les semaines se ressemblent. Ça se succède un peu sans vie, en fait. C'est vraiment la lassitude et la morosité. On envisage des projets, on les construit, et à chaque fois, ça s'annule tout le temps. بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع الرسالة التي وجهت الطالبة إلى الرئيس الفرنسي تحتج فيها على الوضعية التي وصلها الطالبة طبعا رأينا فيما سبق الأيام تتشابه الأسابيع تتشابه بحيث نقول إحنا السيمانات تتشابه الأسابيع تتشابه. Ça se succède un peu. Ça se succède un peu. إذن هذا يتتابع شيئا ما. يعني أن الأمر يتتابع. يعني ليس هناك جديد. أصبحنا ما نراه اليوم. أصبحنا ما نعيشه اليوم. نعيشه في الغد. Ça se succède un peu. Sans vie en fait. Sans vie en fait. بدون حياة في الواقع. Sans vie en fait. بدون حياة في الواقع. Ça se succède un peu. Sans vie en fait. C'est vraiment la lassitude et la morosité. C'est vraiment la lassitude et la morosité. إنه حقيقة التعب والعياء ثم الكآبة. في الحقيقة احنا تنعانيو من التعب ومن العياء ومن الكآبة. C'est vraiment la lassitude et la morosité. On envisage des projets, on les construit et à chaque fois ça s'annule tout le temps. On envisage des projets, on les construit. عندنا le verbe envisager. Envisager le maqsoud bi examiner, considérer ou bien projeter. أنك تتأمل شيئا, أنك تتوقع شيئا, أنك تخطط لشيء. إذا نتكلم على الفرب envisager. Envisager, envisager كما قلنا, أنه يعني examiner, أنك تفحص أو تتبصر. Considérer, considérer أنك تعتبر. Projeter, أنك ترتقب شيئا. كأنك تتطلع إلى شيء. Considérer, sous un certain aspect. يعني أنك تعتبر تحت وجه ما. أنك تعتبر على وجه معين. ما معنى هذا؟ أنك ترتقب شيئا على وضع معين. ربما أنت أنك مثلا تترقب مستقبلا ظاهرا. إلى غير ذلك. شخص آخر ربما يقول لك هذا ليس صحيحا. إذن هو يعتبر المستقبل على وجه آخر كما نقول. أنت تعتبر المستقبل على وجه مخالف له. ممكن أن المستقبل يأتي مثلا على عدة أوجه أو على عدة مظاهر المقصود أنك تعتبر شيئا ما على وجه ما المقصود أنك تعطي فيه نظرتك ربما المخالفة للعديد من الآراء لأشخاص آخرين إذا نتكلم عن considérer sur un certain aspect يعني أنك تعتبر تحت وجه ما إذا كما قلنا بأن le verbe envisager أنه يعني أنك ترتقب شيئا لأنك تحكم عليه بوجه ما عندنا هنا on envisage des projets on les construit يعني أننا نرتقي بمشاريع أننا ننظر إلى مشاريع معينة بعين ما بنظرة ما on les construit ثم نبنيها في هذه العبارة عندنا le verbe envisager ثم عندنا le verbe construire on les construit ثم نبنيها كما نقول ثم نبنيهم نتكلم على المشاريع المشاريع التي نرتقبها نحن نبنيها اللي كونستخوي ثم c'est vraiment la lassitude et la morosité on envisage des projets on les construit et à chaque fois ça s'annule tout le temps et à chaque fois ça s'annule tout le temps يعني وفي كل مره et à chaque fois وفي كل مره ça s'annule يعني ان هذا ينعدم كما نقول ça s'annule طبعا ممكن اننا نتكلم على الفيرب انولي يعني انك تلغي شيئا ça s'annule اما s'annuler يعني انه يلغى s'annuler كما نتكلم عن انه يلغى كانه يلغي نفسه ça s'annule tout le temps وهذا يلغى في كل وقت ça s'annule tout le temps وهذا يلغى في كل مره اذا كل هذه المشاريع التي نرتقبها ثم نتوقعها ثم نبنيها هي تلغى في كل مره نظرا للظروف الصعبه التي نواجهها à chaque fois ça s'annule tout le temps في كل مره هذا يلغى في كل وقت اذا في كل مره هذا يلغى في كل وقت يعني أن المشاريع التي نقوم بها في كل مرة أنها تلغى في كل وقت نظرا للظروف الصعبة التي نواجهها ثم تقول on envisage des projets on les construit et à chaque fois ça s'annule tout le temps c'est en fait quand je prévois un truc j'y crois même plus en fait ثم تقول en fait في الواقع en fait في الواقع quand je prévois un truc je n'y crois même plus quand j'y prévois un truc طبعا عندنا le verbe prévoir أنك تتنبأ بشيء
quand je prévois un truc, عندما أنا أتوقع شيئا, عندما أتنبأ بشيء, بأنني سأقوم به, je n'y crois même plus. طبعا عندنا لو فيرب croire. Croire, اعتقد. عندنا لو فيرب croire, فعل اعتقد أو آمن بشيء. إذا نتكلم مثلا عن les croyants, المؤمنون. إذا لو كخويون, المؤمن, لا كخويونت, المؤمنة. نتكلم مثلا عن la croyance. La croyance, يعني الاعتقاد أو الإيمان بدين. إذا je n'y crois même plus, لم أعود أعتقد فيه حتى. يعني عندما أنا أترقب وعندما أخطط لشيء ما, أنني لم أعود أعتقد فيه حتى. يعني أنني ما بقيتش تنآمن به, واش غادي ندير هاد الحاجة ولا ما غنديرهاش. علاش؟ لأنني شحال من حاجة عملت عليها وفي الأخر ما نجزتهاش, وفي الأخير لم أنجزها, كما لو تقول بأنها أصبحت لا تثق فيما تفعله. Je n'y crois même plus. يعني أنني لم أعد أعتقد فيه حتى. C'est, en fait, quand je prévois un truc, j'y crois même plus. Enfin, je pleurais pour rien. Enfin, je pleure d'ailleurs pour rien. Enfin... Je pleurais pour rien. Le verbe pleurer, le مقصود به بكى. إذا نتكلم على le verbe pleurer. طبعا في البريزون نقول je pleure, tu pleures, il pleure, elle pleure, هي تبكي. Nous pleurons, vous pleurez, أنتم تبكون, il pleure, هم يبكون. في الفيتور نقول je pleurerai, tu pleureras, il pleurera, nous pleurerons, vous pleurerez, ils pleureront. يعني هم سيبكون. طبعا هنا عندنا l'imparfait. طبعا في العبارة عندنا l'imparfait. Je pleurais. أنا كنت أبكي. Tu pleurais. أنت كنت تبكي أو أنت كنت تبكين. Il pleurait. هو كان يبكي في الماضي. كأن عادونا. طبعا نتكلم عن l'imparfait. إذا الفعل مصرف في l'imparfait, كأنه كان عبارة عن عادة. كما لو نقول أن كان دائما تبكي. إذا طبعا علاش؟ لأن الفعل مصرف في l'imparfait. إذا عندنا nous pleurions. نحن كنا نبكي. Nous pleurions. نحن كنا نبكي. Vous pleuriez. أنتم كنتم تبكون. Il pleurait. هم كانوا يبكون. أنا لو فيغ بلوري مصرف لامبارفي, كأنه يفيد العادة في الماضي. Vous pleuriez, أنتم كنتم تبكون. Il pleurait, هم كانوا يبكون. إذن طبعا هنا تقول je pleurais, أنا كنت أبكي. Je pleurais pour rien, أنا كنت أبكي للا شيء. Je pleurais pour rien, أنني كنت أبكي للا شيء. Je pleurais pour rien, كنت أبكي للا شيء. Enfin, je pleurais pour rien, enfin, je pleure d'ailleurs pour rien. En fait, je pleure d'ailleurs pour rien. وفي النهاية أنا أبكي دايور, كما نقول من جهة أخرى. طبعا كلمة أيور تعني في موضع آخر. نقول مثلا je n'ai pas croisé ma sœur sur la route, أنا لم ألتقي أختي على الطريق. je n'ai pas croisé ma sœur sur la route, أنا لم ألتقي أختي على الطريق. elle a dû passer par ailleurs, إذن أكيد أنها مرت من جهة أخرى. elle a dû passer, elle a dû, يعني غتكون. Je n'ai pas croisé ma sœur sur la route. Elle a dû passer par ailleurs. يتوجب أن تمر من مكان آخر. المقصود أن لن تكون إلا قد مرت من مكان آخر. إذن elle a dû passer par ailleurs. هي مرت من مكان آخر. Par ailleurs. Ailleurs. هذه ailleurs تتعني مكان آخر. Notre famille. إذن عائلتنا. Notre famille est originaire de Bretagne et d'ailleurs. يعني أن عائلتنا من أصل بريطاني ومن مكان آخر من غير بريطانيا. Notre famille est originaire de Bretagne et d'ailleurs. إذن عائلتنا هي من أصل بريطاني ومن مكان آخر. إذن عندنا d'ailleurs. إذن أيور المقصود به مكان آخر. d'ailleurs كما نقول من جهة أخرى. إذن تقول الطالبة هنا en fait je pleure d'ailleurs pour rien. من جهة أخرى أنا أبكي من أجل شيء. أنا أبكي من جهة أخرى من أجل لا شيء. هي تبكي من أجل لا شيء, لكن في الحقيقة بسبب هذه الظروف. Enfin, je pleurais pour rien. Enfin, je pleure d'ailleurs pour rien. Enfin, j'ai pas honte de le dire. Et j'en ai pas honte de le dire. Et j'en ai pas honte de le dire. وليس عندي حياء أن أقوله. لا هونت المقصود بالخجل. المقصود بالخجل كما عندنا هنا, وممكن أنه يعني العار. وممكن أنه يعني العار. تنتكلم مثلا على الحشمة. أو الحياء في اللغة العربية. إذا ممكن أن هذه الكلمة تستعمل في موضع نتكلم عن الحياء. عادة نقول عن شخص بأنه عنده حياء. وممكن نستعمل الكلمة في جانب قدحي. وممكن نستعمل الكلمة في جانبها القدحي. نقول لشخص أليس لك حياء؟ أليس عندك حياء أنك تقوم بهذا؟
إذا ممكن أن الكلمة تستعمل في الوجهين. إذا هنا طبعا تقول هاد الطالبة أنا ليس عندي حياء أن أقول هذا، المقصود أنني سأكون واقعية وصريحة، أنني سأكون صريحة وبدون حياء أقول هذا. Je n'ai pas honte de le dire. أنا ليس عندي حياء أن أقول هذا. J'ai pas honte de le dire. Et puis aussi un sentiment de non-sens. Et puis aussi. وثم أيضا un sentiment de non-sens. يعني هناك إحساس بلا إحساس. Un sentiment de non-sens. نتكلم على الصنس. Et puis aussi ثم أيضا un sentiment de non-sens. Le sentiment المقصود بالإحساس. طبعا كلمة sens ممكن أن تعني المنحة. كلمة sens ممكن أن تعني المنحة. نتكلم على اتجاه، مثلا طريق عندها منحيين، كل طريق عندها منحيين، طريق مثلا لها منحيين الذهاب والإياب. إذا نتكلم على المنحة، كلمة sens ممكن أن تعني المعنى. Le sens d'un mot. إذا نتكلم عن معنى كلمة، وكلمة sens ممكن أن تعني الحاسة. نتكلم على les cinq sens. إذا نتكلم على الحواس الخمس، les cinq sens. إذا نتكلم على الحواس الخمس، إذا كلمة sens ممكن أن تعني الحاسة. إذن هنا نتكلم عن هذه الأمور كلها، ليس هناك توجه، ليس هناك معنى، ليس هناك حاسة. إذن تقول الطالبة هنا et puis aussi un sentiment de non-sens. Et puis aussi وثم أيضا un sentiment de non-sens. نتكلم عن إحساس داخلي يقول لك بأن الوضعية ليس فيها معنى، ليس فيها توجه، لا يعرف الإنسان إلى حيث يذهب، أننا ما بقيناش نعرف روسنا فنعطي روسنا. إذا الإحساس الداخلي ديالنا ما بقى عنده معنى، بمعنى آخر ما بقى عنده توجه، بمعنى آخر أن الإنسان يفقد بوصلته. كأن الطالبة تقول بأن إحساسي الداخلي يخبرني بأن لم تعد هناك بوصلة، لا أعرف إلى أين أتجه. Et puis aussi un sentiment de non-sens. Et puis aussi un sentiment de non-sens. Qu'est-ce que je fais? Je vais où là? Je comprends pas. C'est un peu ça. Pourquoi? Limada? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Mada afal huna? Je vais où? Ana adhab ila ayn? Qu'est-ce que je fais là? Mada afal ana huna? Ma dawr had al'amal alladhi aqum bihi fi khidam had ad-dhuruf? Madam annani lam a'ud ara mustaqbalan wadihan amami, qu'est-ce que je fais là? Mada ana afal huna? Je vais où? Je vais où? أنا أذهب إلى أين؟ عدنا نا لو فيرب آلي، عدنا فعل ذهب. أقول جو في، تو فا، إل فا، نو زالون، فو زالي، إل فون. ممكن أنني أقول هنا نو زالون أو، نحن نذهب إلى أين؟ فين حنا غادين؟ ممكن أننا نقول نو زالون أو، نحن ذاهبون إلى أين؟ فو زالي أو، أنتم ذاهبون إلى أين؟ إذا عندنا هنا جو في أو، أنا ذاهب إلى أين؟ أو أنا ذاهب إلى أين؟ Je vais où? إذن qu'est-ce que je fais là? ماذا أنا أفعل هنا? Je vais où? أنا ذاهبة إلى أين? Qu'est-ce que je fais? Je vais où là? Je comprends pas. C'est un peu ça. Je ne comprends pas. عدنا لو فيرب comprendre فعل فهمة. Je ne comprends pas. أنا لم أفهم. C'est un peu ça. إذن هذا تقريبا ما أريد توضيحه. C'est un peu ça. حليت نقوله إحنا هذا هو تقريبا. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais où là? Je comprends pas. C'est un peu ça. Et puis il y a aussi le fait d'être toujours chez soi. Il y a aussi le fait d'être toujours chez soi. هناك أيضا عمليات أن تكون دائما عندك المقصود. هناك أيضا عمليات أن يكون الإنسان دائما في منزله. هناك عمليات أن يكون الإنسان دائما في منزله. المقصود أنه يبقى بدون أن يخرج. Et puis, وثم, il y a aussi le fait. Le fait, كما نتكلم عن عملية. نتكلم عن le verbe faire. Faire, يعني أنك تعمل شيئا. Le verbe faire, أنك تقوم بشيء. أنك تعمل شيئا. Le fait, يعني عملية. القيام بشيء. Il y a aussi le fait. هناك أيضا عمليات, كما نقول. أو يقوم الإنسان بشيء. ما هو الشيء الذي يقوم به? D'être toujours chez soi. أنه يبقى دائما عنده. أنه يبقى دائما في منزله. Il y a aussi le fait d'être toujours chez soi. هناك أيضا عملية أن يكون دائما chez soi عنده.
chez soi indao. هناك ايضا عمليه البقاء d'être البقاء toujours دائما chez soi indao. Chez soi كما نقول الانسان عند نفسه chez soi عند نفسه كما نقول chez soi كما نقول عند نفسه يعني ان كل انسان يبقى عند نفسه المقصود كل انسان يبقى في منزله. Et puis, il y a aussi le fait d'être toujours chez soi. Et puis, il y a aussi le fait d'être toujours chez soi. Les partiels, c'était en janvier. Les partiels, c'était en janvier. Yani, anna, l'imtihanat, l'juz'iyya, c'était en janvier. Anna, kant fi yanayr. Taban, kalimat partiel, ta'ti, fal asl, ka adjectif. Ta'ti ka na'at. Ta'ti ka wasf. Idan, kalimat partiel, fal mu'annat naqul partiel, avec dozel e, relatif à une partie, d'un tout. نتكلم على partie. La partie يعني الجزء. Relatif à une partie. لا علاقة بجزئين. هذا الشيء جزئي. هذا الشيء جزئي. إذا المقصود بأنه متعلق بواحد الجزء. إذا نتكلم عن une partie d'un tout. إذا نتكلم عن جزئين من كل. واحد الحاجة كلها تنأخذ منها واحد الجزء. في حالتنا مثلا ممكن يكون عندنا امتحان واحد على طول السنة. وممكن تكون هناك امتحانات جزئية على طول السنة وممكن تكون عندنا عدة امتحانات كما عندنا هنا أنها تكون هذا الامتحان إذن هذا الامتحان كما نقول أننا وزعناه على طول السنة إذن نتكلم عن ديزيكزامان بارسيال إذن نتكلم عن ديزيكزامان بارسيال أو كما عندنا هنا هاد لادجيكتيف هاد النعت أصبح كأنه اسم إذن نتكلم هنا عن بارسيال بأل وحدة في حالة المذكر وبيض زيل أ في حالة المؤنث. في حالتنا نتحدث عن لزيكزاما بارسيال إذا الامتحانات الجزئية أو نقول ببساطة لبارسيال أو نقول ببساطة لبارسيال كما نتكلم عن الجزئية المقصود بها لزيكزاما بارسيال كأن هذا الوصف أصبح اسما كما نلاحظون أجزاء الامتحانات أو امتحانات منفردة تسمى لبارسيال إذا تقول الطالبة Les partiels, c'était en janvier. Et les imtihanat al-juz'iyya, كانت في يناير. Ce qui fait que même la période de déconfinement. Ce qui fait que même la période de déconfinement, مما يفعل بأنه حتى في وقت الخروج من الحجر. Ce qui fait que même la période de déconfinement. المقصود هنا, هذا يعني بأنه حتى في زمن الخروج من الحجر. هذا يعني, ce qui fait, هذا يعني, هذا هو المقصود بهذا ce qui fait. كما نقول هنا هذا يعمل كما نقول هنا هذا يعمل المقصود سكيفي هذا يعني كمام بانه حتى كمام بانه حتى لا بيريود دو ديكونفينمون وقت الخروج من الحجر بانه حتى وقت الخروج من الحجر الصحي طبعا سكيفي كمام لا بيريود دو ديكونفينمون سكيفي كمام لا بيريود دو ديكونفينمون مما يعني بانه حتى في زمن الخروج من الحجر الصحي Ce qui fait que même la période de déconfinement qu'on connaît depuis fin décembre. Qu'on connaît depuis fin décembre, elle dit عرفناه. Qu'on connaît, طبعا عندنا le verbe connaître. Qu'on connaît, elle dit عرفناه. Depuis fin décembre. منذ نهاية شهر دجنبير. آخر شهر في السنة. Ce qui fait que même la période de déconfinement qu'on connaît depuis fin décembre, bah, nous, c'est comme si on était confinés. Nous, نحن, c'est comme si on était confinés. C'est comme si. نحن كما لو. C'est comme si. نحن كما لو. On est confiné. أننا في الحجر. Confiné كما نقول أننا محجورون. المقصود أننا في الحجر الصحي. حتى لو أن الناس خرجوا من الحجر الصحي في زمن الخروج من الحجر الصحي. No. C'est comme si on était confiné. نحن كما لو أننا confiné كما نقول محجورون. المقصود أننا في الحجر الصحي. No. C'est comme si on était confiné. إذا لماذا عندما خرج الناس من الحجر الصحي لماذا الطلبة هنا باقوا كما لو أنهم لا يزالون في الحجر الصحي. Ce qui fait que même la période de déconfinement qu'on connaît depuis fin décembre, bah, nous, c'est comme si on était confinés parce qu'on est enfermés chez nous à réviser nos cours. Parce qu'on est enfermés chez nous. لأننا كان مغلق علينا parce qu'on est enfermés chez nous. لأننا كنا محجوزون كما نقول عندنا. لأننا كنا مخبأون عندنا. Le verbe enfermé, المقصود بأنك تخبئ شيئا أو تحجز شيئا. هنا تنتكلم على الطلبة بأنهم enfermés. بأنهم كما نقول مخبأون أو محتجزون. Parce qu'on est enfermés chez nous. لأننا كنا محتجزون عندنا أو أننا كنا مخبأون عندنا لماذا؟ Ce qui fait que même la période de déconfinement qu'on connaît depuis fin décembre, bah, nous c'est comme si on était confinés parce qu'on est enfermés chez nous à réviser nos cours. À réviser nos cours.
à réviser nos cours. L'imorajaat dorosina. À réviser nos cours. L'imorajaat dorosina. Parce qu'on est enfermé chez nous à réviser nos cours. لأننا كنا مختبئون عندنا في المنازل أغيبزي نكور لمراجعة دراسنا عندما كان الحجر الصحي يسري على الجميع نحن كنا في منازلنا ثم عندما خرج الناس نحن بقينا نراجع دروسنا إذن فبقينا محتجزين كما لو أننا لنزال في الحجر الصحي أتمنى أننا استفدنا بعض الشيء من هذه الرسالة إذن حتى لا نطيل وحتى لا يكون هناك ملل نستأنف الفقرة القادمة مع مواضيع أخرى حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.